ماذا تفعل يا سمير؟ أبحث يا أمي عن معنى التآلف. جمعت بعض المعلومات، ولكن سأسأل أبي أيضا. كنت أريد أن أسألك يا أبي عن معنى التآلف. التآلف يا سمير هو مجموعة نغمات عند سماعها في آن واحد تعطي صوتا متوافقا ومنسجما، وهو ما يطلق عليه هارموني. وما معنى الهارموني يا أبي؟ الهارموني هو علم تآلف النغمات وتوافقها وانسجامها، ومن الممكن أن يكون عدد النغمات المتآلفة نغمتين أو أكثر. وهناك التآلف المولدي، تكون نغماته متتالية، أما التآلف الهارموني تسمع نغماته وتعزف في آن واحد. وكيف ذلك يا أبي؟ انظر إلى هذا الشكل جيدا يا سمير. اسمع معي يا سمير، التآلف الميلودي تكون نغماته متتالية هكذا. أما التآلف الهارموني تسمع نغماته وتعزف في آن واحد هكذا. وهل هناك أنواع من التآلف يا أبي؟ نعم، هناك تآلف كبير وتآلف صغير. التآلف الكبير هو عبارة عن ثلاث نغمات، وسمي بهذا الاسم لأن المسافة بين النغمتين الأولى والثانية تلتا كبيرة، أما المسافة بين النغمتين الثانية والثالثة تلتا صغيرة. انظر معي يا سمير في هذا الشكل، تآلف فا الكبير ميلودياً. أما في هذا الشكل فتآلف فا الكبير هارمونيا. ويتكون التآلف الكبير من الدرجات الأولى والثالثة والخامسة من أي سلم كبير، وعند سماعه هارمونيا يعطي إحساسا بالفرح والقوة. اسمع معي التآلف الكبير. وما هو التآلف الصغير أبي؟ التآلف الصغير أيضا يا سمير يتكون من ثلاث نغمات، وسمي بهذا الاسم لأن المسافة بين النغمتين الأولى والثانية ثالثة صغيرة، والمسافة بين النغمتين الثانية والثالثة ثالثة كبيرة. انظر في هذا الشكل، تآلف ري الصغير ميلوديا. أما في هذا الشكل تآلف ري الصغير هارمونيا. ويتكون التآلف الصغير من الدرجات الأولى والثالثة والخامسة من أي سلم صغير، وعند سماعه هارمونيا يعطي إحساسا بالحزن والضعف. اسمع معي التآلف الصغير. إذن يا سمير، التآلف الكبير يتكون من تلتة كبيرة زائد تلتة صغيرة، أما التآلف الصغير يتكون من تلتة صغيرة زائد تلتة كبيرة. شكراً لك يا أبي.